السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل حديث ماء زمزم لما شرب له حديث صحيح، وما معناه؟ أما معناه معناه حسب نية من يشربه، شربه للرزق يرزق، شربه للشفاء يشفى، شربه لتحصيل العلم يوفق لتحصيل العلم. وأما سنده فليس بصحيح، فيه مقال. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.